واسمع يا عبد الله، اسمع يا عبد الله لهذه القصة، لواقع مؤلم لشاب بريء أودع غياهب الظلم والجفوة والقسوة. جاءني ذلكم الشاب يكاد الهم أن يقتله، نظراته حزينة في جوفه نار تستعر، كلماته تكاد تهد جبالا شامخات. بدأ يحدثني عن معاناته بنبرة تقطع نياط القلوب. بدأ حديثه قائلا: أنا شاب مفعم بالنشاط والحيوية، تركت دراستي من أجل والدي، كنت أذهب إلى السوق فجرا من أجل الحفاظ على تجارته ومحلاته، تركت هواياتي وأصدقائي ودراستي من أجل والدي محافظا على ثروته وماله، والله كنت لا آخذ ريالا واحدا إلا بعد أن يأذن لي. والدي لا يعرف سوى الخمر والمسكرات 38 سنة وهو مدمن للخمور والمخدرات. التزمت طريق الخير، تعرفت على شباب صالحين فآذاني وكان يقول لي: والله لو رأيتك معهم لأسجنك في دورة المياه. هكذا يقول، يقول: والله لو رأيتك معهم لأسجنك في دورة المياه. كان والدي لا يعرف الصلاة حتى يوم الجمعة، الناس يصلون والخطيب يخطب وهو مخمور في منزله. طردني من المنزل وأنا الآن في الشارع، وخمسة أيام وأنا أنام في أحد الأودية، ووالله أن الملابس التي علي ليست لي بل تبرع بها أحد أصدقائي، وأنا الآن أفكر في الانتقام من والدي، فكل الأمر نصف ساعة ثم أرتاح من العذاب ولو قصوا برأسي في الساحة. أسمعتم؟ إنها القسوة، إنه العنف، إنها الغلظة، فهل يستحق هذا أن يكون أبا؟ قال ابن القيم رحمه الله: إن فساد كثير من الأبناء سببه فساد الآباء، أو كلمة نحوها، إن بعض الآباء يتحدث عن التربية وهو في منأى عن ذلك، ينظر إلى أولاده بأنهم منحرفون، بأنهم عاقون، ولم يدرك خطأه، ولم يعلم أنه سبب رئيس في فسادهم.